صباح الخير لكل بتابعونا اليوم. فقرتكم اليوم معي أنا ناصر الشيخ راح تكون باستخدام الباند المطاطي اللي له مسكتين طبعاً اللي هم هدول الإيدين. إذا مش متواجد هاي المرة ممكن تجيبوه المرات الجاية على أساس إنه تصيروا تستخدموه. اليوم راح تكون تمارين خاصة بالكور بالأخص اللي هي المسؤولة عن الروتيشن تبع الجذع اللي إحنا بنسميها إكسترنال أوبليكس، وكمان في عنا عضلات الحوض الجلوتس والسايد تبعت الحوض اللي هي بتساعدنا على عملية التوازن. فإحنا جاهزين لنبدأ. اللي معه باند يبلش معاي، اللي ما معه يحاول يتحرك معاي بس بنفس الدايركشن، والمرة الجاي ممكن يزيد. ميوزك بليز. أوكي، بداية بدنا نحط رجل واحدة طبعا بنص الباند، نفتح رجلين لبرا بمساحة واسعة منيح. جود، ممكن نستخدم جهة واحدة من الباند طبعا اللي هي الجهة الخارجية. ننزل زي السكوات، بنخلي ايدنا لورا، نطلع شوي شوي لفوق تقريبا يعني بشكل قطري up and up، ولما برجع بخلي ايدي ريلاكس لقدام. بوش زي كأني بوقف وبنزل مع السكواتس، صدر مرفوع، الكتاف راجع لورا، بنطلع اسرع هولد، ننزل شوي شوي، نخلي ركب بنفس اتجاه الامشاط اتجاهها لبرا، جو اب سلو داون، كمان واحده. جود، هلا عرفنا الدايركشن، نشتغل بشكل اسرع. جو 1 2 1 2. زي ما احنا شايفين طبعا وزننا على الكعب، امشاطنا ركبنا لبرا، صدر مرفوع، روتيشن هون بصير بس بمنطقه الشولدرز. نكمل مور اب، نحاول نحس بانه زي كانه قاعدين نرمي اشي لفوق وعلى جنب. ممكن نتخيل لاعبين القرص اللي هم في العاب القوى. جود اب وان مور فريز. جود، الجهة الأولى دان، الجهة الثانية بنحط الرجل الثانية، نعكس، ناخذ ستيب واسعة نفس المساحة تقريبا، نمسك جنب واحد عشان نعادل ما بين الجهتين. سكوات اب اب داون اند داون. جود 1 2 1 اند 2. العضلات طبعا اللي هي بنعتمد عليها بانه كيف نوقف السكويز راح يكون على العضلات الخلفية، الحوض والهامسترينج. فريز، بنزل شوي شوي، لازم احس بالباور لما بطلع، وهون اشغل طبعا الاكسترنال بليس اللي هي جوانب الحوض زي ما حكينا. هولد، اخر واحده بنسرع. ليتس جو اب اند داون اب اند داون. حافظ على البالانس، حافظ على البوستشر وعلى البيرفورمانس كامل. اب اند داون، اشتغل مع التايمينج تبع الميوزك. فيري جود، ضل مكملين كمان 9. Go 9 higher 8 لفوق أعلى شوي تقريبا عند مستوى الكتف الثاني أو أعلى شوي. Good 1 and 2 1 and 2 3 2. Stop. Good. هلا بنشغل العضلات اللي هي بالكتفين، خلي رجلتين جوا الباند، نعمل كروس هولد. Let's go. نشتغل بالحوض وبالكتاف هلا. 1 2 1 2. نعمل كروس بالباند عشان نزيد الريزيستنس على الجهتين. الالبوز لفوق، الصدر بميل لقدام، الحوض برجع لورا، بنحافظ على استقامة الظهر. اسرع فريز سلو اند جو اجين. هولد، ظهر مستقيم، الكوع بيطلعوا لفوق وبيرجعوا شوي لورا. جود 1، نفس الحركة مع البيت. Let's go 1 2 1 and 2. لما بنوقف برضو بنعتمد على كعاب رجلينا، مش نعتمد على الاكستنشن اللي هو تبع الحوض والركب. يس، elbows wide pull. هلا بنزيد اللود على الشولدرز. 1 2 hold 1 2 hold again. good. تنتين pulse سريعين، نعمل pressure على عضلات الكتفين من ورا وعضلات اعلى الظهر. لاست هولد. جود، ريلاكس، خلينا بمكاننا، رجلتين تحت الحوض. راح نبلش بعضلات الحوض من ورا هلا. مبدئيا بنثبت اللي هو الابهام على الخصر عشان نخفي اللود عن كتافنا. هلا ريلاكس كتافنا. جود، راح نستخدم الرجل اليمين كبدايه، نتفرج على الحركه. ايزي جو باك، بنروح 45 درجة
بنروح للسايد ننزل تحت الحوض again two pulse back أوسع شوي to the side نرفع chest بنضل مكملين هون good طبعا load هون على الرجل اللي احنا مرتكزين عليها بشكل أكبر من الرجل اللي احنا طبعا بنبعدها good nice كمان مرتين بشكل أوسع نايس نحاول نحس وزننا على كعب رجلنا اللي احنا واقفين عليها عشان نزيد البريشر ونزيد الرينج نزيد الستريس على العضلات جود اوكي هلا الرجل الثانيه باك نفس الدايركشن لبرا شوي للسايد بعدين نرجع السنتر اجين باك هولد 45 درجه to the side then again حركتين two pulse go one two one two one two hold good اللي شغالة عندنا هلا طبعا عضلات الحوض من وراء اللي هي الجلوتس والكوادز الفخذ الامامي هون بالاضافه طبعا للرجل اللي بتبعد اللي هي العضلات الجانبيه للحوض اللي زي ما حكينا مسؤوله عن التوازن good back 45 على الكورنر كمان مرتين زيد الرينج go back أوسع شوي very nice وبننزل مع الليجز squats good أكيد حاسين بالبرشر على العضلات freeze good مكاننا بنضل رح نعمل حركة جانبية هلا بالرجل اليمين بس للسايد تبع الهب الكتاف لورا راح نطلع لبرا ونرجع لهون جود 1 2 1 2 نحاول نتوازن على الرجل هاي هولد 1 2 1 2 راح نحس السايد راح نحس انه وزننا بميل على الرجل الثانيه عشان نلاقي البالانس هلا 4 بالس 4 3 2 hold تنتين full range وبنرجع كمان مرة لل 4 pulse go 4 3 2 hold up down up كمان مرتين let's go 4 3 لبرا ولتحت 1 touch down 2 touch down كمان مرة full combo خلي رجلنا off full range and fall hold اللي راح نعكس على الرجل الثانية بنفس الطريقة راح نحس بأنه جنب الجلوت صار فيه حرارة هلا الكتاف لورا up up down down نعمل try good نزيد هون الثاني شوي عشان نلاقي بالانس أعلى good إذا حسينا الباند كثير شادد ممكن نرخي نصغر المسافة ما بين رجلينا تحت good كمان مرة نرجع للكومبو أربع عدات half go 4 3 2 ننزلها up down up down again 1 2 3 4 1 touch 2 2 more let's go بيضل الظهر straight آخر عدة let's go نحاول نطلع أوسع شوي Good. One, two. هلا مع الحركة بنغير change. One, two. One, two. Two step to the side. وبنرجع. نفس العضلات هلا شغالة. بس تقريبا بنميل على عضلات أكثر من عضلات. راح نضيف هلا حركتين. Two. One. Two knees. بنرجع. Two. One. بنرفع knees لفوق. Good one. زاد البريشر زاد اللود هلا بنعمل جمب ثلاث مرات 3 2 1 جمب هولد 3 2 1 جود زي ما احنا شايفين المسافه صغيره ما بين رجلين هذا الدليل على انه اللود بيكون عالي اخر عدات بنفس الريذم ننزل لتحت اكثر نطلع بالنيز أكثر فوق. Good.
كمان عدة 3 2 1 2 1 ستوب جود وان ريلاكس. نعمل شوية ستريتشنج طبعا لرجلينا، اكيد هلا حاسين الحوض اكثر شيء شغال عندنا. شوي شوي بالميل ريلاكس على الهامسترينج، نعمل ريليس لللور باك، ننزل ننزل بشكل تدريجي، نحافظ على ركبنا تضلها مستقيمة. تمرين صعب مش سهل اكيد للناس اللي هي محتاجة انه تطور البالانس عندها. التوازن مهم جدا طبعا، مش دائما انه يكون في سترينث. جود هولد، نرجع الركبة للتحت ولورا كمان اكثر عشان نعمل ستريتش على الفخذ الامامي، لانه هي في الارتكاز كانت اكيد من العضلات اللي فعاله اللي بتساعدنا على البالانس. هولد نفس جود. راح نعمل كمان ستريتش هلا للجلوتس، بنثبت رجل على الارض، نحط الثاني على الركبه، ننزل شوي شوي زي كانه بنقعد على كرسي. اذا في اشي حوالينا بنحب نمسكه ونتوازن عليه ما في اي مشكله، بس نزيد الرينج عشان نحس بالستريتش بشكل اعلى على الرجل او على الرجل اللي هي فوق. سويتش بالانس هولد، شوي شوي لتحت ولا ورا، بيرجع الهولد، الصدر بضل مرفوع. فيري نايس. اكثر شوي لتحت اذا احنا حاسين في عندنا موبيليتي. جود بالانس، نايس روتيشن للجذع، ريلاكس، شيك للارمز. يعطيكم الف عافيه، اشوفكم بحلقات ثانيه، يعطيكم الف الف عافيه. We'll be right back.